اللي كتبقى دائما عمودية ماشي أفقية، دونك بينك وبين اللي خلقك. إذن هنا هاد الأخت قالت بلي أنه الإسلام هو واحد العلاقة عمودية ما بين الله وما بين العبد، وهذا غلط. بل نزيدكم، هاد الصورة المغلوطة على الدين هي السبب للوضع اللي احنا عايشينه الآن. هاد الفهم الأعوج للإسلام هو اللي خلانا أننا نشوف الناس كتصلي وكتصوم ولكن كتغش في الميزان، كتغش في الوظيفة ديالها، كتآدي الجيران، ما كتربيش الأولاد، لأن بالنسبة لهم الدين هو أنك تصلي وتحافظ على الصلوات وتقوم بالجانب التعبدي في الإسلام، في حين أن كل الرسالات السماوية جات باش تصحح العلاقة الثلاثية، العلاقة ديال الإنسان مع الله، العلاقة ديال الإنسان مع نفسه، والعلاقة ديال الإنسان مع المحيط ديالو. ملي كنقولوا المحيط ديالو، البشر، الحجر، الشجر، الكون. لذلك في القرآن ما كتلقاش فقط اعبدوا الله، كتلقى الكلام على العبادات، على المعاملات، على الزواج، على التجارة، على الحرب، على السلم، على التعليم، على الحكم، على الإرث، على الطلاق، على العقوبات، على الحدود. فالإسلام واحد الدين اللي هو شامل لجميع الجوانب ديال الحياة.